لأول مرة في العالم العربي راح نقدر نقرب خيال الفضاء علومه وتحدياته للجمهور. We are going to be fair. We are going to be accurate. The way that we're going to test them is exactly the same way that space agencies across the world test their aspect. رائد الفضاء لازم يتمتع بعدة صفات شخصية، يكون عنده مرونة عقلية، يتحمل ضغط ويتعامل مع الخوف ويتأقلم على ظروف جديدة ممكن تكون خطرة. حياكم الله في أستروناوتس رواد الفضاء. On my second space flight, I was asked to do two spacewalks. It is an extremely physical demand. And that's why we are testing you today here on the obstacle course. Launch! والحين يمكنكم الدخول لمقر أستروناوتس رواد الفضاء اللي هو نموذج عن المار سابقا. الفران هي عبارة عن مركبة عسكرية وانت اليوم راح تقودونها. هند. هند، للأسف رحلتك في عملية اختيار مرشحين أستروناوتس رواد الفضاء انتهت. كانت تجربة جدا جميلة، أنا تعلمت هني شنو الشيء اللي لازم أركز عليه، وأنا هنا لإلهام جيل المستقبل لاختيار مجال الفضاء. التعمق فيه ليس فقط لزيارة الفضاء، ولكن أن يكونوا جزء من اكتشاف المجهول ومساعدة البشرية. هند العواضي، رائدة فضاء. حبي للفضاء بدأ من وأنا صغيرة وعمره ما وقف، مو بيوقف هني.